ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والآية جاءت بعد قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكأن قول الحق ولو أنهم الضمير يعود على أهل الكتاب الذين خاطبهم الله في الآية السابقة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. هذا بما يتعلق بمسألة المصير بعد الحياة الدنيا. وبعد ذلك يقول لهم والبقاء في الحياة الدنيا دك في الآخرة. وفي الدنيا قال أيضا نتولاهم بإمدادنا بأسبابنا المودعة في الكون. فلو أنهم أقاموا التوراة ومعنى أقاموها يعني أدوها كما ينبغي كاملة لتؤدي الغرض المقصود منها فلا يفوتهم شيء منها وأي شيء يفعلونه فيها يكون على أحسن مقاماته. التوراة نزلت على اليهود والإنجيل نزل على المسيحيين. وبعد ذلك قال وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو القرآن. يبقى تتمة المنهج في نزول القرآن. فإذا كان تتمة المنهج في نزول القرآن يبقى التوراة إيه والإنجيل إيه ما دام القرآن هو المؤيد. أما قال لك نعم لأنهم لا يؤمنون بالقرآن إلا أن آمنوا بالتوراة والإنجيل بوجود المبشرات في هذين الكتابين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم كانوا يهودا بحق أو مسيحيين بحق لكانوا منتظرين لمجيء رسول الله يحمل هدي الله في كتابه الكريم. الحق سبحانه وتعالى يأتي هنا يقول لأكلوا من فوقهم بعد في الآخرة يغفر لهم الآية الأولانية. يبقى لو أنهم آمنوا لضمنوا حسن المصير في الآخرة. طب والدنيا علشان ما نفهمش أن مسائل الدين إنما جاءت للآخرة فقط إنما جاءت لأمر الدنيا أيضا. كيف؟ لأن الآخرة جزاء على عملك في الدنيا والأديان جاءت لتنظم حركة الإنسان في هذه الحياة. إذن فالآخرة هي الجزاء. جزاء على ماذا؟ على أن تحسن عملك في الدنيا. إذن موضوع الدين الدنيا أم الآخرة؟ موضوع الدين الدنيا والجزاء عليه في الآخرة. فإذن لازم بعد ما ضمن لهم حسن المصير بالإيمان الأول قال وأيضا لو آمنتم لجعل الله في إمداده لكم بالأسباب رخاء وسعة وترفا وسعادة. كيف؟ مع إن في نواميس كونية. أم قال لك لأكلوا من فوقهم وليست المسألة تيسير أكل فقط ولكن الأكل هو المظهر الأساسي للإنسان. ليه؟ لأن كل حركة يصنعها الإنسان فرع وجود حياته ووجود حياته متوقف على الطعام. فالطعام جاء لاستبقاء الحياة والتناسل جاء لاستبقاء النوع. يبقى إذن الأكل ده أهم حاجة فيه. وإحنا قلنا زمان إن مقومات بقاء النوع إيه؟ الأكل والشرب والهواء. إذا ما نظرت وجدت التلاتة مرتبين ترتيب احتياجي. معنى إيه ترتيب احتياجي؟ يعني حاجتك إلى الطعام يمكن تصبر عليها شهر وحاجتك على الماء لا تصبر عليها إلا من 3 أيام ل10 أيام على قدر ما تختزنه من ماء في جسمك. وحاجتك إلى الهواء شهيق وزفير. يبقى إذن الأول يوجد إيه؟ الطعام تصبر عليه طويل. الشراب تصبر عليه أقل. الهواء ما تصبرش عليه أبدا. الله. ولذلك جاء الحق سبحانه وتعالى رأفة بخلقه جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة والاستبقاء الحياة
في الحيازة مترتبة على أهميته. من الممكن أن يملك عليك إنسان طعامك ويتحكم فيك، يوم ربنا يقول له وانا اقدر اصبره بما فيه من قوت، المخزن اللي عنده اصبره شهر، يمكن ترضى عليه، يمكن واحد يحن عليه تاني، يمكن يحتل ويخرج، ولذلك المدة اطول. لكن والمية، قال لك المية التملك والحيازة فيها اقل، ما خليش يصبر عشر، ده بيصبرش على العشر ايام، ولذلك ما ملكهاش الا نادرا، ما ملكهاش الا ايه، يبقى في الابر وفي العيون وفي المطر وفي ويعمل ترمب ويعمل كل حاجه. الله، طب والهوي؟ ام قال لك اهو ده ما يمكنش حد يستغنى عنه الا بمقدار الشهيق والزفير حسب اتساع حجم رئته، اللي رئته مثلا واسعه يقعد يصبر دقيقه، وده يصبر نص دقيقه، واللي نفسه دايما مكروش ما يصبرش ولا نص دقيقه ولا ايه. طيب، هب ان واحدا ملك على الانسان هواءه قبل ان يرضى عنه يكون قد مات، لذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، لم يأمنا، إنما قد يملك الطعام وذلك نصبر عليه طويلة، يملك الماء أقل نصبر عليه مدة أي أقل. قول الحق سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكأن الاستقامة على منهج الله تخضع الأسباب الكونية له، فإذا تمرد على منهج الله يقول له والله قد يعطيك كده زهوة زهرة الحياة الدنيا وبعدين يأخذك أخذ عزيز ايه مقتدر. ازاي بقى؟ عم قال لك لان انت فاهم ان دينا ومس كونية انعزلت عن يد الحق. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بده يقول انني اخاطب كل خلق، واذا خاطبتهم ينفعلون لخطابي، انما امره اذا اراد شيئا اي شيء ان يقول له كن فيكون. ما تحسبش ان الارض والهواء والمش عارف ايه دي ما تخضعش ليا، انا لما الجماعه يتمردوا على نعمي ويتمردوا عليا لازم اجعلهم نكل لغيرهم واجعل الاسباب تنقبض عني. بايه؟ قال لك بكن. ليه؟ قال لك لان بالعقل هو الانسان سيد هذه الكائنات، وهو اللي بتخدمه كل الكائنات، والانسان منفعل بقدره ربه. خلاص؟ فاذا كان الانسان وهو السيد منفعل لقدره ربه، اعيا يعيا، موت يموت، انكسر ينكسر، انهرس ينهرس، يتقتل يتقتل، اغرق يغرق، اذا كان الانسان وهو السيد منصاع لكل من ربه، فتكون الاشياء الادنى منه مش منصاع لكل، تبقى منصاع له. يا مطر امتنع عن الحته دي، الله، يا ارض اكدبي ما تبدلوش، الله، تبقى الاسباب تتعب وياه. انما هل جعل ذلك امرا رتيبا؟ ام قال لك لا، يملي له، يملي لعلهم يهتدون. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في خطابه لكل خلق بأن ربك أوحى لها؟ لما الأرض تعمل اللي تعمله كده يقول لك بأن يعني أوحى لها إيه؟ أسيري ما فيك من كنوز وطلعك. الله، ما أوحش للنحل. الله، كل حاجة ربنا يأمرها، إنما أنت تقول بيأمرها إزاي؟ يقول له ده اللي ما أنت تقول. طب ده أنت لما ما تكونش عارف لغة واحد ما تفهمش عنه حاجة، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن فقهوا ربنا تعرفوه. خطاب الله لكل خلقه خطاب يفهمه المنفعل له من كل أجناس الوجود. فلو علمك الله هذا الانفعال لسمعته. ليه؟ أم قال لك ألم يسمع سيدنا سليمان قول النملة للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ وبعدين قال يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. ما قالش ربنا وسخرنا مع داود الجبال؟ قال الهدهد ما قالش ألا يسجد لله الذي؟ يبقى كل من في الوجود عارف قضية الإيمان وقضية التوحيد، وكل من في الوجود ينفعل ربه. فالأشياء المسببة للحياة من حفظ النوع أو حفظ الحياة منفعلة لربها، فمن تمرد عليه ماذا يصنع الله فيه؟ يقول للأسباب انقبضي عنه، انقبضي عنه. ان كان شتاء، هذي احنا بنشوف بلاد بتبقى ممطره دائما وبعد ذلك يجي يقول لك ده ممطره لان جغرافيتها كده، هي واقعه في المنطقه الفلانيه وعلوها قد كده ومش عارف ايه، وبعدين يجي ربنا يعمل ايه؟ يروح مخلف الحسابات دي والظنون كده يقول لا جد مفيش مطر. الله، تبقى مش اسباب كونيه بس، اسباب كونيه ويد المكون فوق هذه الاسباب. إن أرادها أن تفعل تفعل، ما تفعلش ما تفعلش. فالحق يقول ولو أنهم أي أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم،
معنى تاكل من فوقك ومن تحت رجليك يعني معناها خير يبقى ايه جاي لك من كل ناحيه من فوقهم ازاي؟ ام قال لك ان كان يراد بالاكل الاكل المباشر فالمطر الذي ينزل من اعلى هو الذي ياتي بالاكل. طب وان كان كده عايزين ناخدها اكل ومن فوقهم يعني بالنص نقول له اهو ما بي النخل مش فوقنا وكل ثمر يعلوك ما بتاخدش منه. طيب وبعدين والنجم اللي هو الشجر اللي مالوش سقف الارض بطيخ ومش عارف ايه وشمام وخيار ما بناخدوش من تحت رجلينه. طيب نخليها في العالي بس. طب الشجره العاليه دي اللي فيها البلح مثلا ولا فيها البرتقال ولا فيها الكمثرى ولا التفاح. طب ما انت هتاخد من فوق يا هي لما تستوي تقول لك يا شيخ انا استويت ولا جيتش تقطفني تروح وقعلك كده وكده من تحت رجلك. لأكلوا من فوقهم ومن تحت ايه ومن تحت ابدهم. وان توسعت فكل لله فيما فوق اسرار وفيما تحت الارض اسرار. ولماذا لا, 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 لا نأخذ هذه الاشياء التي تعيننا على ما نأكل من طبيعة الارض؟ بناخد منها الحديد وبناخد منها النحات وبناخد منها القطرات وبناخد منها البترول الله 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 كل دي مش بيعيننا على مسائل؟ لان كل شيء في الوجود يخدمه ايه؟ يخدم بقاء النوع او استبقاء الحياة. وده كله منين؟ يبقى أكلنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لو أنهم أقاموا ومشوا على المنهج كان يبقى يحصل كذا كذا كذا. يجي برضه في آية تانية يأكد هذا المعنى يقول إيه مثلا؟ ولو أن أهل القرى مش أهل الكتاب بس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله وانت بقى تشوف حتت كده الله سبحانه وتعالى أفاء عليها من النعمة الشيء الواسع والشيء الكثير وبعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا لحد ما يتأسلوا كده ويعلوا ويعلوا أو بعدين يجي ايه ياخدها أخذ عزيز مقتدر. وواقع الحياة العصرية نشاهده كل بلد أخذت نعمة الله لتحاد به الله وتكون فيه ضد منهج الله وتبقى باءت فساد يا ربنا يقول لها طيب خليكم ولا جيبك البأس من بينكم انتوا اللي تخربوها بإيديكم. وده اللي بيحصل قدامنا وبنشوفه ولا لا؟ كم من البلاد كثيرة كانت متعة الناس أن تذهب إليها وإنها تروح تتفسح هنا وتعيش وتترف وتروح واللي عايز يهيص واللي عايز ينفلت واللي عايز يتحلل يروح هناك وخدت خير الدنيا كلها. وبعدين ربنا جاب بأسهم بينهم ودي انت شايف الخراب اللي نازل في الكون. يبقى اذن دي مسألة للواقع الكوني ما يؤيده ايه؟ ما يؤيده صدقها. الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا الكون قدامكم اعتبروا يا اولي الابصار انظروا شوفوا يعني خدوا الاشياء واعملوا منها مقدمات وخدوا منها نتائج. الحق سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة خلاص يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبقوها على واقعكم اللي انتوا عايشينه في الدنيا الآن. ضرب الله مثلا قرية أيراد بالقرية مش الريف اللي احنا بنقول عليه. القرية في عرف القرآن هي المكان الذي مقابل له العاصمة مقابل له ايه كلمة عاصمة القى لأن هناك كان زمان إيه؟ كان زمان التبدي في البيئة العربية تبدي يعني الناس عندهم الجمل وعندهم الرحل وكل يوم في حتة مش متوطنين. فلما تيجي القرية بس يبقى فيها كم بيت كده وناس قاعدين دي تبقى هي دي الإيه؟ هي دي العاصمة بتاعته. ولذلك بيسمي مكة أم الإيه؟ أم القرى. فما تقولش قرية يعني كفور وبلاد ريف. القرية كانت تمثل إيه؟ العاصمة. فبقول لك إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله ده خيرها مش ذاتي حتى مش نبع منه ده بيجي لها منين؟ من كل مكان. واحنا برضو نشوف في العصر الحاضر بعض البلاد كان خير الدنيا كله بيصب في ايه؟ بيصب في قلبه. طيب وبعدين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. واقع تلاقيه الآن في العصر الحاضر لكثير من البلاد التي أخذت نعمة الله فبدلتها إيه؟ كفرا. وأحلوا قومهم دار الإيه؟ دار البوار. ودار البوار أهي موجودة برضو في الكون الآن وبنشوفها.
مش بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ بنشوفها. فقل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شوف كلمة لباس، ده لباس دي تناسب ايه؟ العير، يعني انه يعري ويكسيه، انما يزقها لباس الجوع. ما قال لك لان الجوع له لزعة واللباس له شمول، يبقى اخين الجوع هيلفهم زي التوب ما ايه ما يلف له، والخوف كمان كله جارحة فيهم ايه خائفة. يبقى شوف فأذاقها الله لباس الايه الجوع، يعني يسلط عليهم الايه الجوع. الجوع دي بان مواد الاقتياد ما تبقاش موجودة، والخوف اما ان يكون منهم فيما بينهم بعثهم بينهم، واما ان يكون من عدو خارج ايه خارج. وده واقع ولا مش واقع؟ وده واقع الان. طيب كفرت بانعم الله، ما نوع الكفر بانعم الله؟ احنا قلنا ان كفر بمعنى ايه؟ ستر. كفر بالله اي ستر ايه وجوده. طب كفر بالنعمة يعني ايه؟ في معنى على طول كده على الهامش، ان كفر بانعم الله يعني استعملها في معاصيه، ده اللازم. انما كفر بنعمة الله زي كفر بالله، كفر بالله ستر وجوده، كفر بنعمة الله سترها. طب وستر النعمة دي يعني يعمل فيها ايه؟ اما ان يتكاسل فلا يستنبطها من مظانها، واما ان يخرجها ويسترها عمن لم يعمل. وفساد العالم الان من هذا، ناس كسلانين ما بيستنبطوش نعمة الله فتركوها مطمورة في كونه، وناس مجدين انما جدوا لانفسهم فقط ما جدوش للضعاف. يبقى واحد تكاسل فستر نعمة الله في مظنها من الارض، ورجل اخذها بس لنفسه وسترها عن مين؟ عن كل محتاج. لو نظرت الى الفساد الموجود في العالم لوجدت ايه؟ لوجدت سبب هذه الايه المسألة. اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى دي يخدمنا في فهم الايه؟ في فهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا حكم عام. فهل وجد من يؤديه؟ قال لك نعم، فيه منهم ناس، منهم أمة مقتصدة. مقتصد يعني ما هو المقتصد؟ المقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد، والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم إلى الغرض، يعني ما يلفش لكده ولا كده. اللي احنا قلنا لما نقعد نلف نطول المسافة ولا لا؟ لو كان سفرا ايه غرضا قريبا او سفرا ايه قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الفرصة. يبقى إذن ومنهم أمة مقتصدة، يعني تسير إلى أغراضها وإلى غايتها من الطريق الإيه؟ من الطريق المستقيم. لكن هل هم كلهم كده؟ قال لك لا، بعضهم بس. وليه؟ أم قال لك عشان الحق سبحانه وتعالى لا يخلي وجوده من خلية خير فيه، لازم يخلي في الوجود خلية إيه؟ خلية خير. ويمكن خلية الخير دي تبقى تيجي حتى من أضعف الناس اللي ما لهمش شوكة في الدنيا، ولا لهم جاه ولا لهم قوة ولا لهم. يمكن احنا كلنا عشان معاصينا لو احنا ربنا عاملنا كده يمكن ما نرزقش. انما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لولا اطفال رضع صغيرين دول ومشايخ ايه ركع، غلابة لسه ما عادش فيهم ايه ويعملوا حاجة، ما الفاضلين يصلوا بس، وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. الله، كأنكم انتم مكرومين عشان مين؟ علشان الايه؟ علشان الضعاف دول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الخير ما يمكنش احجبه عن كوني، بل اجعل فيه ذرات استبقاء للخير، خلايا تفضل. يبقى الناس كلها بشر، ولذلك يقول لك اذا بالغ الناس في الالحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كلها تبقى معبد وتلاقي واحد بقى قاعد كده متبتل وعابد لرب، ويمكن علشان خاطره استبقى الله له شويه الهواء وشويه الميه وشويه. الله الله. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، هذا
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا كنا قلنا ان من عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالته في الارض ان كل الرسل ذكر الله في خطابهم انه يناديهم باسمائهم: يا ادم اهبط بسلام، يا موسى انني انا الله، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل واحد يا نوح اهبط ايه بسلام، الله كل واحد يناديه بمين؟ باسمه. والاسم هو المشخص للذات بصرف النظر عن اي صفة. لكن رسول الله لم ينادى باسمه ابدا، ما قالش له المشخص للذات، بس قال المشخص للوصف، فقال يا ايها الرسول ويا ايها النبي. وما دام يقول يا ايها الرسول ويا ايها النبي يدك كان بيخاطبهم، فكانك انت اللي اجتمعت فيك ايه كل مسائل الرساله، لانك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده، ولا يكون بعد ذلك لله في الارض رساله الا فهم يؤتاه احد في كتاب الله. يا ايها الرسول. وايضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم اقسم الله بما شاء على ما شاء، لكن هو يقول لنا اذا اقسمت وحلفت ما تحلفش الا بالله، لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء. يقوم يجي يحلف بالريح، يحلف مثلا بالضحى، يحلف بالليل، يحلف بالملائكه، هو ولكنه ما حلف بحياه بشر ابدا. لم يقسم الله بحياة بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون، هذا ما حصلش لمين؟ لأحد آخر. فقوله يا أيها الرسول، وما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف العلي، لأنه جاء مصدقا لما بين. فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه، وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة. يا أيها الرسول، مدام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه، يبقى تتمة أن مختار الرسول مش يبلغ، يبقى أقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم أنه سيبلغ. إنما دي ليه؟ علشان إن بلغ أحد ما يكرهه يبقى ملتزم بأمر الله، يبقى ما حدش يزعل. أنا ما بقولش من عندي، أنا رسول والرسول عليه إلا الإيه. ولذلك حتى أنت إذا أردت أن تبرأ من شر رسالة من إنسان لإنسان تقول له ما على الرسول إلا البلاغ، يعني كنت تزعلك أو تكدرك أنا ماليش إيه، انا ماليش مصلحه. يبقى النبي ربنا قال دي ليه؟ حتى اذا بلغ الرسول حكما من الاحكام يقول ده والله معذور، لانه ربنا قايل له ان لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى هو ما يبقى ما على الرسول الا الايه، يبقى قايلها لانه خاف ان يكتم رسول الله، مش هيكتم. امال قايلها ليه؟ علشان يجعل لرسول الله العذر عند البشر حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه، بشيء قد ايه، يقول انا ماليش دعوه، انا ما على الرسول الا الايه، والمرسل لا ينضرب ولا ينهان. انا بقول لكم على الحكام ده مش بنقولها احنا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما بلغت رسالته قال لك، يعني ان لم تفعل ولو في جزئيه. ليه؟ لأن دين الله إلى خلقه منهج متكامل، ما تطلعش منه حتى وبعدين تقول له استقم، يقول له لا، التركيبة لازم تبقى كلها كده، كل التركيبة إيه؟ إيمانية. لما ترتب التركيبة الإيمانية على بعضها تنسجم، إنما تاخد حتة إيمانية وحتة بشرية يختل الإيه؟ لما تجيب آلة كده اللي صنعني جايب آلتها ومش عارف ايه وضارب، وبعدين تتفسد حتة وانت ما عندكش قدرة علشان القالب تصب له قطعة زي القطعة بتاعتها، تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش؟ تتلخبط. يبقى عايزها هاتها من مين؟ ممن صنعها. ما تاخدش حتة وتسيب ايه؟ وتسيب مسمار قد كده يخلي الآلة كلها تزرجل. ليه؟ لأن اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عاملها علشان تطلع منه.
كذا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة، هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس، لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام، وإلا ما كانش فيه ضرورة، لو كان فيه خير ما كانش ضروري تيجي رسالة، يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم اداله منهج وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريدك، وزريدك تبلغه لمين؟ لزريدك. لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجة، يوم يجي للرسل يجي بعض رسل تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج. الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده، لا يأتي رسول الا اذا تم الفساد على البشر كلهم. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الإنسانية نفس لوامة، ونفس تأمر بالسوء، ونفس مطمئنة. اللوامة دي تعمل حاجة مرة وبعدين تلوم نفسها عليها، الأمارة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة، كل ما تعمل حاجة ايه تتمادى. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الله، لمنهج الله. إذن فكل واحد يصنع شيئا، ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه، وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم، يبتدي ايه يندم، يقولك وانا عملت دي ليه وما كانش صح اعملها وما اعش حد، يبقى نفس ايه لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى أمارة بالسوء بقى، خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش في خلية ردع، هو يقولك تيجي خلية الردع من المجتمع، يقول له اسمع انت راجل بتعمل دي ليه؟ ليه؟ لانك انت صادفته وهو في قمة شهوة لنفسه وانت خالص، تقوم تقف قدامه. طب وان كان الفساد بقى عام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقوم لازم ينزل ايه؟ لازم يجي رسول جديد بمعجزة جديدة عشان ياخد ايه؟ العالم الى منطقة الايه؟ منطقة الرشاد. والى لقاء اخر ان شاء الله.